اختتمت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر زيارتها إلى ولاية نيويورك بلقاء الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مراد وهبة بمقر البرنامج في نيويورك. وأكدت الوزيرة أن الحكومة المصرية تتابع حاليا برنامجا طموحا وجريئا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعد إجراءات مكافحة للفساد وتعتبرها عنصرا حاسما في برنامج الإصلاح وعاملا مهما لنجاحه. وبحث الجانبان إعداد وثيقة العمل المقبلة للبرنامج الإنمائي والذي سيتم تنفيذه على مدار الخمسة أعوام المقبلة من عام 2018 وحتى عام 2022.